على رأسهم مؤمن زكريا، نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور. حضر عدد كبير من نجوم الرياضة والفن ورجال الأعمال والمشاهير حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، على رأسهم اللاعب مؤمن زكريا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل الزفاف متمنيين لهم السعادة والتوفيق. أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميدلاند الدنماركي والزمالك السابق احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز اسم بلوين محافظة الدقهلية، احتفالا بحنة اللاعب وزفافه وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه. واستقبل متولي عاشور والد اللاعب إمام عاشور الحاضرين، وذلك خلال سرادق أقيم أمام منزل أسرة اللاعب وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف إمام عاشور. خلص التهاني للعروسين. عزيزي مشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة، تابعونا